في ورشتنا الإلكترونية في الأسبوع الثالث من الموسم الثقافي الذي تقيمه كلية المنصور الجامعة وبالتعاون مع الجمعية العراقية للمكتبات والمعلومات، والتي هي بعنوان التنبؤ بمعدل نمو الإصابات بفيروس كورونا المستجد، والتي يلقيها كل من الأستاذ المساعد دكتور عماد عباس كوفي ومدرس مساعد إيلاف صباح عباس. الدكتور عماد دكتوراه من جامعة النهرين عام 2005 في علوم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب، والاختصاص الدقيق له التحليل الدالي. أستاذ سابق في كلية المنصور الجامعة ومديرا سابقا لمختبراتها، ويعمل الآن في جامعة القادسية كلية التربية. مدرس مساعد إيلاف صباح عباس، ماجستير هندسة حاسبات جامعة بغداد 2012، اختصاص أمنية بيانات حاسوب، عضو هيئة تدريسية في كلية المنصور قسم هندسة الاتصالات، ومحاضرة في أكاديمية السيسكو لها العديد من البحوث. فأهلا وسهلا بهم، وليتفضلوا ببدء الورشة على بركة الله. تفضل سيدي إيلاف. شكرا أستاذ. أحب أشكر أستاذ عادل على هاي المقدمة الجميلة حولنا. طبعا بالبداية احنا حبينا نشارككم فد فيديو بسيط حول فيروس كورونا، بس يعني ما اعرف دكتور هو ثاني الشاشة يعني اقدر اشارك من يمي؟ اي نعم ليست الى فس يمك الشير جوا موجود، بس لازم الشغلين اول شيء الشيء اللي تريدين نشاركيه وبعدين نسوي شير ان شاء الله. اوكي بس وانا اساتذتنا الكرام وحضورنا الكرام، احب ارحب بكم بالورشه اليوم اللي هي حول موضوع التنبؤ او حول موضوع اقتراح نموذج رياضي للتنبؤ بمعدل انتشار فيروس كورونا بالاعتماد على معدل او عامل نمو اللي هو الجروث. طبعاً تعتبر جائحة كورونا هي واحدة من الأحداث الأساسية اللي حثت بالآونة الأخيرة من حياتنا، ومثل أي حدث أساسي يحدث بالمجتمع ويأثر مثل الجائحة، خصوصاً مثل الجائحة ويأثر على كل أجزاء المجتمع وبكل العالم، ومختص بمكان واحد وإنما بكل العالم، فيعتبر هو أمر مهم وكبير. هذا الأمر المهم والكبير سلاف لو سوين شير للبرزنتيشن مالتش. اعتذر انا عبالي صار لي شير، انا اعتذر. وبالنسبة لأي موضوع وكأي موضوع مهم وأساسي بحياتنا، طبعا تظهر العديد من الدراسات اللي تدرس أو تناقش تأثير هذا الحدث بكافة أنحاء أو مفاصل الحياة. بالنسبة للآونة الأخيرة ومن خلال متابعتنا للمجتمع العلمي، وجدنا أنه أكو هواية بحوث وهواية دراسات ظهرت اللي تتناول تأثير فيروس كورونا على كل المجتمع، يعني بحوث بيئية، اجتماعية، هندسية، كل المواضيع كانت هناك دراسة عليها.
طبعا يعني كموضوع أساسي هو أثار اهتمامنا لنعرف أنه تأثير هذا الفيروس أو معدل انتشاره، كيف ينتشر هذا الفيروس؟ يعني هذا الفيروس بالمجتمع بنشوف أنه الحالات خصوصا إحنا بالعراق بتزداد بصورة كبيرة جدا، شنو اللي أثر على ازدياد هاي الحالات؟ شنو اللي خلى هاي الحالات تنتشر بهاي الكمية؟ لهذا إحنا سوينا هذا إن شاء الله النموذج الرياضي لهذا الغرض. قبل ما نبدأ إن شاء الله بالنموذج الرياضي، أحب أقدم فد مقدمة بسيطة جداً عن الفيروس، عن مجموعة من المعلومات المأخوذة من منظمة الصحة العالمية كمصدر أساسي لهاي المعلومات. بالبداية تعريف فيروس كورونا. طبعاً مصطلح الكورونا هو مو مصطلح مختص بكوفيد 19، وإنما هو كل الفيروسات أو مجموعة من الفيروسات اللي ممكن أن تصيب الإنسان والحيوان على حد سواء. هاي الفيروسات عندما تصيب الإنسان هي عادة تهاجم الجهاز التنفسي للإنسان، تتراوح الآثار أو الأضرار اللي سببها هاي الفيروس ما بين أو الفيروسات ما بين البرد، أعراض البرد البسيطة إلى بعض المتلازمات الحادة مثل متلازمة ماس أو متلازمة سارس، وبالوقت يعني الفترة الأخيرة هي مرض كوفيد 19. كوفيد 19 اللي هو إحنا بشكل عام نسميه فيروس كورونا، طبعا هو يعتبر آخر نوع من أنواع فيروسات كورونا اللي اكتشفوها بالوقت الحاضر. هذا الفيروس كان غير مكتشف سابقا، من اكتشفه بعد تفشى وأصبح وباء عالمي، انطلق من مدينة ووهان الصينية في كانون الأول سنة 2019، وهذا هو السبب بتسميته بكوفيد 19. أعراض كوفيد 19 بشكل عام، هناك أعراض أساسية الكوفيد 19 ممكن أنه يعاني منها المريض. الأعراض الأساسية هي الحمى والإرهاق والسعال الجاف. إضافة إلى هاي الأعراض، هناك أعراض أخرى ممكن أن يصاب بها المريض اللي من عندها: الآلام بكافة أجزاء الجسم، احتقان الأنف والفم طبعاً، التهاب الملتحمة، الصداع، الإسهال، فقدان الذوق والشم. طبعاً فقدان الذوق والشم هو يعتبر من الأعراض الأولية اللي ممكن أنه يصاب بها المريض، وممكن أنه نفرق الفيروس عن طريق هذا الشيء لأنه جداً واضح. إضافة إلى ظهور طفح جلدي، تغير لون أصابع اليدين والقدمين. هاي الأعراض هي عادة ما تبدأ بهالقوة هاي مباشرة، وإنما تبدأ بشكل تدريجي. مو كل اللي يصابون بهذا المرض تظهر عندهم كل هاي الأعراض، فقط اللي يصابون به بشكل شديد ممكن إنه تظهر عندهم هاي الأعراض. بحسب التقارير منظمة الصحة العالمية، 80% من الأشخاص اللي يصابون بهذا المرض تظهر عليهم أعراض خفيفة جداً، وفي بعض الأحيان ما تظهر أصلاً عليهم أعراض. المتبقي من هاي النسبة اللي هي نسبة 20% هم اللي يظهر عليهم الأعراض الشديدة. طبعاً واحدة من أهم الأعراض اللي تظهر عليهم واللي هي معظم الأحيان تسبب الوفاة عند المصابين هي ضيق بالتنفس، من حيث انه يعني يصير عند المصاب صعوبه بالتنفس مما يؤدي الى بعض الاحيان يودي بحياته. عاده هاي الاعراض تكون شديده جدا عند الاشخاص اللي يعانون من نقص المناعه. يعني نقص المناعه يعني يكون عندهم شيء معين يسبب قله المناعه مثل الامراض المزمنه، او يكون الاعراض عندهم اقوى. عادة عند ظهور اللود اللي صار على مؤسساتنا الصحية، الأشخاص اللي تظهر عندهم الأعراض خفيفة يفضل أن يحجروا بالبيت، يعني يبقى قاعد بالبيت ويحاول أنه يحجر نفسه عن بقية الأشخاص أو أفراد المنزل. أما الأشخاص اللي تظهر عندهم أعراض أثقل أو أعراض شديدة أشد من هاي الأعراض، فيفضل انه يراجعون المستشفى حتى يتم القرار هل انه هو يتم يعني وضعه بالحجر الصحي بالمستشفى او يتم ارجاعه للبيت ومراجعه حالته من قبل الكوادر الصحيه بشكل مستمر. طريقه انتقال عدوى الكوفيد طبعا نتيجه يعني هذا المرض، بقوه هذا المرض وانتشار هذا المرض الواسع جدا، أصبح أكو هواية مواضيع أو هواية أمور تنتقل بالمجتمع.
اللي من ضمنها كيفية انتقال المرض. COVID-19 هو من الأمراض اللي تنتقل عبر القطيرات التنفسية، يعني عبر الرداد اللي ينتشر من الشخص اللي يمتلك سعال. فبالتالي هذا هو يعني خلينا نقول طريقة الانتقال الأساسية لهذا المرض هي عن طريق السعال. فلهذا يفضل أن يتم لبس الكمامات الطبية عند التنقل خارج المنزل. حقيقة أثبتت دراسات أنه استخدام الكمامة الطبية هو يعتبر لحجب المصاب عن الشخص السليم أكثر من حماية السليم من الشخص المصاب، يعني هي تمنع هذا الرذاذ المتطاير أثناء السعال من الوصول إلى الشخص السليم. فبالتالي ينصح عادة الشخص المصاب بأن يلبس الكمامة أكثر مما هو الشخص السليم حتى يعني المفروض أنه يلبس الكمامة. طبعا ممكن أنه ينتقل هذا المرض من أشخاص يكون عندهم أعراض جدا بسيطة واللي هي تكون في بداية المرض، أو ممكن أنه ينتقل من أشخاص أصلا ما عندهم أي أعراض، بس نسبة انتقال العدوى أو مقدار فداحة انتقال العدوى هي لحد الآن ما معروفة بشكل حاسم من قبل منظمة الصحة العالمية. انتشار العدوى، طبعاً إحنا بالوقت الحاضر يعتبر موضوع الكوفيد-19 هو واحد من المواضيع الأساسية بحياتنا، يعني تقريباً إحنا يومياً نتابع الإحصائيات اللي تنزل منها وزارة الصحة حول المصابين، يعني حالات الإصابة وحالات الوفاة وحالات الشفاء اللي ممكن إنه تصير. فأصبح موضوع متابعة الأعداد سواء كان هذا الموضوع هو محلي أو عالمي هو موضوع أساسي، يعني إحنا نتابعه بشكل مستمر. أكو بعض المصادر اللي تعتبر مصادر موثوقة، يعني مصادر يعتمد عليها للحصول على هاي الإحصائيات. وحدة أول مصدر اللي ممكن نحصل عليه على الإحصائيات المضبوطة هي منظمة الصحة العالمية، تصدر تقارير، هاي التقارير يومية حول معدلات الإصابات بالعالم بشكل عام. المصدر الثاني للمتابعة هي لوحة القيادة اللي هو الداشبورد التابعة إلى جامعة جونز هوبكنز اللي هي من مركز العلوم وهندسة النظم، هي تعتبر أيضا إذا دخلنا هذا الاسم راح يعني نطلع على فد موقع. هذا الموقع هو جدا يحتوي جميل ويحتوي على الكثير من المعلومات اللي متعلقة بجائحة كورونا وانتشارها حول العالم بشكل عام. طبعا مثل ما قلنا جائحة كورونا هي بشكل عام تحرك العلماء حول العالم حتى يكون عندهم يعني يدرسون تأثير هاي الجائحة. بالنسبة لنا هذه الجائحة هي ودراسة أعداد المصابين هي ألهمتنا على أن نسأل ما هو تأثير الجائحة بانتشار أو بانتشار المصابين، كيف ينتشرون هؤلاء المصابين، ما هي نسبة الإصابة، ما هي نسبة أو معدلات الوفاة، ما هي معدلات الأشخاص اللي يتعافون من هذا المرض. طبعاً المرض انتشر بشكل واسع جداً نتيجة لنقص الوعي اللي حدث بالمجتمع وخصوصاً في بعض المجتمعات. طبعاً المجتمع العراقي هو واحد من هاي المجتمعات اللي أدى هذا إلى الانتشار الكارثي اللي صار بالمرض عندنا، بس إن شاء الله مع الوقت راح نقدر إن شاء الله نتغلب على هذا المرض وينتهي وترجع الحياة الطبيعية. بالنسبة للنموذج الرياضي اللي عديناه حول جائحة كورونا، طبعاً ما أريد أدخل بالنموذج الرياضي لأنه النموذج الرياضي هو يعتبر اختصاص زميلي وأستاذي الدكتور عماد اللي هو راح يشرح لنا عن كل التفاصيل المتعلقة بهذا النموذج وكيفية اقتراحه وكيفية دراسته لمعدلات الانتشار من ناحية العدوى ومن ناحية الأشخاص المصابين أو الغير مصابين، إضافة إلى الأشخاص اللي ممكن أن يهلكوا أو يتشافوا من هذا المرض. السلام عليكم. وعليكم العفو دكتور، أني أوقف الشير. نعم أني راح بس سوي شير، ظهرت إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله.
أود أن أشكر كلية المنصور الجامعة وقسم هندسة الاتصالات والسيد العميد الأستاذ الدكتور سدام والأستاذ المساعد الدكتور عدي وكذلك الأخ العزيز دكتور محمود ودكتور عادل وجميع العاملين في كلية المنصور من أجل هذا الأسبوع الثقافي. بالحقيقة النموذج الرياضي المقترح لانتشار جائحة كوفيد 19 المستحدثة هو اعتمدنا على شهر آيار تحديدا، كان على شهر آيار، يعني احنا سابقا بدينا به من شهر الثالث والرابع، درسنا يعني شهر شهر، وتعرفون التنبؤ يعتمد على السلاسل الزمنية، يعني يعتمد على التواريخ وعلى الحدث الزمني. النموذج الرياضي المقترح هو عبارة عن xi plus 1 equal 3 plus xi وفاكتوريال المفقود، وهذا الاي اللي سب اي او اي بلس 1، هذا الاي هو عامل النمو والذي يزيد مع انتشار المرض ويقل مع انحسار المرض. دكتور عادل ما دكتور, دكتور عماد ما كل شيء ما مسوي شير حضرتك للبرزنتيشن؟ تمام تشغلت دكتور البرزنتيشن مالتك؟ تمام هذا الشيء شير، اكو شير هاي الخضراء نعم. وتختار ال اختاريت نعم. أنا دكتور هسه وصلت ان شاء الله هسه تمام هسه تمام تمام نعم. هذا النموذج طبعا الـ XI هي عدد الإصابات الحالية والـ XI بلس 1 هي عدد الأفراد الذين هم على تلامس مباشر مع المريض. الـ XI اللي هي عبارة عن عدد الإصابات الحالية والـ XI بلس 1 هي عدد الأفراد الذين هم على تلامس مباشر مع المريض، وذكرنا ان الاي هو عامل النمو والذي يزيد يزداد مع انتشار المرض او يقل مع انحسار المرض، حيث يقترح النموذج بان نسبه 80% من الملامسين للمصاب سوف لن تنتقل اليهم العدوى، 80% ما تنتقل اليهم العدوى، والنسبه المتبقيه من الملامسين هي 20% ممكن ان يصابوا بالمرض. المصابين بالعدوى اللي هم 20% ايضا راح تنقسم هاي القسم النسبه الى 80% ممن ان يتماثلوا الى الشفاء و20% يهلكون بهذا المرض. فهذه طبعا النسب او هذه النظام او هذا النموذج الرياضي ما جاء اعتباطه، اكيد اعتمدنا على منظمه الصحه العالميه وكذلك على البيانات اللي موجوده دائما تقرنا، فعلى ضوءها ومثل تطبيق هذا النموذج على احصائيات وزاره الصحه لشهر ايار والتي هي كالاتي، هاي احنا او شهر اذار الى اخره، فمجموع الاصابات للاشخاص الملامسين للمرضى هو 4272، هاي مجموع الاصابات، ومجموع الوفيات هو 205، مجموع الشفاء هو 2585، ومجموع عراق الدين في المستشفيات هو 1687، ومجموع الإصابات مع مجموع الوفيات 4477، هاي الكل على بينة، وخصوصا يعني احنا يعني الشعب حسب في حالة قلق على النسب ايش قد زادت ايش قد نقصت راح يروح، فهذا اكيد كلكم عندكم معلومات عنه. فنسبة الوفيات اللي هي عدد المتوفين على الإصابات الفعلية طلعت 5%، ونسبة الشفاء المتوقعة نقصد بها مجموع الإصابات على عدد الإصابات زاد عدد الوفيات اللي هي 95% تقريبا، حيث لوحظ من خلال دراسة إحصائية وزارة الصحة العراقية بأنه نسبة الشفاء مقارنة بنسبة الوفيات قد ازدادت على الرغم من زيادة نسبة الإصابات نتيجة لزيادة عدد العينات، المسح الميداني، الكشف المبكر خلينا نقول الذي تجريه كوادر وزارة الصحة العراقية ما بين 5000 إلى 7000 في شهر آيار، كانت عدد المسحات أو الكشف المبكر 5000 إلى 7000 عينة، فإن نسب الإصابات بين المواطنين قد ازدادت مع مرور أيام الشهر مع نقصان عدد الوفيات بسبب زيادة الوعي الصحي للمواطن. من الممكن استخدام المدير الرياضي المقترح لإعادة احتساب معدلات الإصابات بالاعتماد على المؤثرات الجديدة. واحد يقول دكتور شنو المؤثرات الجديدة؟ نعم هسه احنا من خلال الدراسات الطبية
البحث. العوامل المؤثرة هي العمر، الجنس، البيئة، صلب الدم، الإشارة مال الدم أيضا، الأمراض الوراثية، الأمراض المزمنة، السكر، الضغط، القلب، الأورام، لا سامح الله، الكشف المبكر للفيروس والبيئة والوعي الصحي إلى آخره. هذين العوامل المؤثرة الجديدة نقول إحنا عليها، والتي من الممكن أن تغير من نسبة انتشار الفيروس، ممكن أن تكون بالزيادة أو بالنقصان محليا وعالميا. النسبة الحالية للوفيات في العراق والتي تتراوح بين 4 إلى 5%، 4 إلى 5. طبعا كل ما يزيد المسح الميداني كل ما يكون الكشف مبكر هاي النسبة تقل. ولهذا اليوم احنا شفنا مع شهر الشهر الحالي شهر حزيران نزلت، صارت أنا اليوم سوي بها أيضا جدول، طلعت 3.9، يعني دا تقل، مو احنا دا نقول من 4 إلى 5، ممكن راح تصير من بسبب الكشف المبكر، تقع ضمن معدلات منظمة الصحة العالمية المقبولة عند حدوث الأوبئة، وليس كما كانت في بداية انتشار المرض، حيث أثارت النسبة الأولية للوفيات في العراق والتي كانت تتراوح بين 8 إلى 10، هذا في بداية الحدث بشهر الثاني والشهر الثالث، تخوفت منها منظمة الصحة العالمية من احتمال انفجار الوباء وتسبب بكارثة إنسانية. وقد أثمرت جهود الكوادر الصحية العراقية الجيش الأبيض والتي تشمل الحملات التوعوية الواسعة للمواطنين وتكثيف جهود منتسبي وزارة الصحة عن طريق الزيارات الميدانية وزيادة عينات المسح الميداني، والتي أدت إلى الكشف المبكر للمرض ومتابعة المرضى لحين شفائهم إلى خفض نسبة الوفيات. شكراً لاستماعكم. ولكن أكو عندي فقط ملاحظة، أخاف يعني بعض الأخوة التنبؤ، من يصير تنبؤ سيقول لك أي أدوات تستخدمها في الإحصاء. إحنا هنا التنبؤ عبارة عن كلمة على أنه تخطيط ووضع الافتراضات حول أحداث المستقبل باستخدام تقنيات خاصة زمنية مختلفة، وبالتالي فهو العملية التي يعتمد عليها متخذو القرار. يعني هنا استخدمناه كمصطلح، استخدمنا هذا كمصطلح، باقي هو سيستم اعتدنا عليه على أرحمة. شكرا جزيلا. إذا أكو أي استفسار أو سؤال أنا حاضر للمناقشة إن شاء الله. ألو، شكرا دكتور عماد، شكرا. شكرا ستيلا. دكتور محمود، دكتور محمود دا. نعم أسمعك دكتور، أسمعك دكتور. تقدر حضرتك تطي يعني طبعاً الأخوان اللي يحب عنده استفسار ممكن يا ما يرفع إيده سوي رايز هاند، أو ممكن يكتب بالصندوق مالت الاستفسارات وإن شاء الله حتى الإجابة عليها الدكتور وستيلاف. دكتور ممكن أكون يعني أكون بعض دكتور عبد الستار. دكتور عبد الستار، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام، أهلا دكتور. شكرا دكتور عماد وستي إلاف على هذه المحاضرة القيمة اللي تنطي جانب توعوي وأيضا جانب علمي رياضي، وشكرا للزميلات والزملاء الحضور ولمنظمين هذه الورشة. السؤال اللي عندي إنه إحنا تحدثنا عن حالة العراق، بس يا ريت دكتور إنه ما كانت أكو نماذج معينة لدول مثلا قريبة علينا أو أخرى حتى نشوف التنبؤ اللي يظهر لنا يعني من خلال دراساتهم أو من خلال القراءات اللي اطلعت عليها بهذا الجانب، وشكراً. نعم دكتور. دكتور بصراحة احنا بالبداية أخذنا نموذج آني وست إلاف، أخذنا إيطاليا خصوصاً من صار يعني الفاجعة والكوارث ويعني خرجت عن السيطرة، أخذنا إيطاليا. فاحنا من شفنا ايطاليا طبعا لما نقارن نسب الوفاة مع نسب الوفاة اللي عندنا هم افضل في وقتها في الشهر الثالث، في الشهر الثالث احنا 8%، ايطاليا توصل 4 إلى 5%. هم شنو اللي صار عندهم هاي الاعداد الهائله؟ هم عندهم مسح الميداني، يعني عدد المسحات يسووها هي كثيره، وبالتالي تظهر عندهم اصابات. يعني اليوم احنا اليوم لما يقولون العراق اليوم بالنسبه للعراق بالضبط النماذج مسويها 7835، وعندنا 1146 اصابه.
هاي النسبة مقبولة 14% مقبولة. احنا اصلا بالنموذج مالنا نقول بالحالات الطبيعية تقبلها منظمة الصحة العالمية هي تقبل 20%، احنا اليوم 14%، بينما البارحة كان اصلا 9%، فاحنا مقبولة. هذا عليه من يعتمد، يعني اكو دراسات ايضا في ايطاليا بس بدون نموذج، كما هم يعتمدون على ارقام يقولون يوم افضل، اليوم احسن من قبل يومين، ولكن النموذج ما واضح عندنا. احنا سوينا هذا النموذج بدينا به خطوه خطوه، يعني مثل اهل الرياضيات يقولون مثل استقرار رياضي، عندما واحد عندما اثنين عندما ثلاثه عندما كي. فاحنا هسه هذا بالنسبه لي كهاي الدراسه على هالوضع العراق مسيطر، يعني اذا سوى 200 ألف مسحة راح تطلع 20 ألف، يعني نسبة 10% طبيعية. نسبة الوفيات 2.8 بالعشرة اليوم كل الزينة، لكن احنا نبقى نقول هاي ممكن تنخفض، هاي النسبة ممكن تنخفض. اولا الكشف المبكر، الوعي الصحي للشخص، يعني اليوم اني البس كمامة، البس كفوف، معقمات، ما اطلع دائما للشغلة الضرورية، ممكن هاي تنخفض من 2.8 بالعشرة. بعدين اكو عوامل اخرى، الحراره بالاخير بالبدايه كانوا مستبشرين خير بالحراره، لكن الحراره ما سوت لحد الان اي شيء. الدراسه في البصره قالوا البلازما مال المريض ممكن نستفيد من عده، فهذن العوامل ان شاء الله اللي هن الوعي الصحي والكشف المبكر، وكذلك الجيش الابيض العراقي اللي ابطال العراق دول في مواجهه هذا المرض، يوميا يكتشفون شغله. يعني اليوم في احد القنوات قالوا صنف الدم الاو هو اقل عرضه لهذا الانتقال او العدوى الى بالنسبه للفيروس. فشكرا جزيلا استاذ. اذا شكرا دكتور. شكرا بارك الله فيك. حياك الله دكتور. الله يسلمك. استاذ صلاح تفضل. استاذ صلاح. استاذ دكتور عبد الغفار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. دكتور بارك الله بك على المحاضره القيمه، وشكرا للقائمين على الورشه وعلى الموسم الثقافي الثالث او الثاني والاول. دكتور بس الملاحظه البسيطه، انا شوي عندي معلومات في الاحصاء، تقترح 80% من الملامسين سوف لن يصابوا و20% سوف يصابوا. لو اخذنا بالمعادله التحليل الحضاري المتعدد، نعم، وشو ناخذ التنبؤ بها، الا ترى انه 80% جدا جدا قليله انه سوف لا يصابوا؟ دكتور احنا نعم فعلا التحليل الانحدار موضوع احصائي وطرق من الطرق الاحصائيه تنبؤ. هناك معادلة تنبؤية طيب. احنا عندنا عينات، يعني اليوم لما رحت لوزارة الصحة معلومات عن شخص قريب من وزارة الصحة، هم وين دي يسوون الكشف المبكر المسح الميدان؟ دي يسوون اغلبها بالمناطق الموبوءة، يعني اللي فيها كثرة، يعني قطاع نفترض في مدينة من مدن بغداد، يعني في منطقة محلة كثرة فيها الإصابات. هذا 500 نفر أنت أو 420، خلينا نفترض 420 هي كانت أول بداية ثلاث حالات، صارت 420. ليه صارت 420؟ مسح سووا مسح. منين مسح دولة 720 اللي هو القطاع؟ أكيد هذا المريض انتقل للأسواق، إلى المول، الى البنزين خانه، الى اخره، يعني اكو انتقال. ال 720 ايش قد طلع من عندهم؟ طلع من عندهم 115. هاي دا احكي يعني معدلات مال وزاره الصحه العراقيه. 115 ايش قد طلع عندنا نسبه؟ زين هذا اجى مدينه مثلا الحريه في بغداد ايضا سوى. فهذني البيانات او العينات اخذت عشوائيه. وين اخذت؟ اخذت بالمناطق الموبوءه. نعم احنا مرات دكتور الطرق الاحصائيه فيها اكيد، يعني هو هذا احنا نقول من 4 إلى 5% اكيد اكو نسبه خطا، يعني اليوم صار 2.8 بالعشرة، لان احنا قلنا تعتمد على العوامل المؤثره، ممكن تزيد 80% الى اكثر في حاله اذا فقد السيطره الشعب، يعني كلها طلعت ما لها وعي صحي، ماكو كشف مبكر الى اخره.
فنعم التحليل الحدار اكو عندنا اشكال، ولكن الخطا مو بالخطا بالصميم. وانا عرفت التنبؤ بالبدايه هي كلمه مصطلح اخذناه، وانما انا افهمه دكتور. اكو طريقه نعم. اخرى بوزارة الصحه ماكو نسبه انتشار لدى الملامسين، ماكو نسبه يعني عدد المصابين من الملامسين، ما عندنا نسبه معينه مع بوزارة الصحه حتى اعتمد عليها بكره 80%. لا 80 لا 80 هي 80% احنا سوينا هذا من وزاره الصحه. من وزاره الصحه اي نعم من وزاره الصحه العراقيه، من منظمه الصحه العالميه 80. انا اقصد العراقيين، العراقيه سادي العراقيه 81.3 81.3 على الاحصائيات شفناها 81.3 هذا النموذج يعطينا 80. بس اذا دخلنا بالعوامل يا دكتور، هسه اذا دخلنا العوامل المؤثره ان شاء الله تكون النسبه افضل بهوايه، افضل بهوايه ان شاء الله. شكري وتقديري لكم. لا شكرا دكتور، حياك الله. ستة ديان عبد الرزاق. ستة ديان عبد الرزاق. دكتور قاسم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزيل الشكر على المحاضرة القيمة دكتور عماد والست المحاضرة. حقيقة محاضرة علمية مثل ما قال دكتور ستار، ومحاضرة مفيدة للتنبؤ بالنسب والإصابات. دكتور عماد، سؤالي أنه ممكن من خلال هذا الدراسة نتنبأ بالنسب المستقبلية مثلا لشهر خلينا نقول تموز، أو إيش وقت ممكن نسبة الوفيات تبدي تقترب من الصفر؟ يعني هل الدراسة تطرقت لهذا الشيء، أو يعني نعم. أو نسوي دراسة أخرى مثلا بخصوص هذا الأمر؟ شكرا. عفوا دكتور، الدراسة مع شهر خلينا نقول شهر حزيران الآن تبشر بخير. هسه شلون تبشر بخير؟ عندنا العوامل توفرت. العوامل ما هي العوامل؟ احنا مو قلنا اكو عوامل مؤثرة. الوعي الصحي هذا واحد للمواطن، هذا الوعي الصحي ممكن نقترب الى الصفر، ابروش تو زيرو، هاي واحد. بعد عندنا الكشف المبكر، يعني انا من اسوي عينات عشوائيه، مو كان ما كنت اسوي 800 عينه قمت اسوي 12000، وقمت اسوي بشهر بشهر ايار سوينا بين 5000 الى 7000. اليوم الصحه وزاره الصحه العراقيه قامت تبدا تقريبا من 8000 الى حد 12000، وبالتالي راح هذا الكشف المبكر راح يقلل الوفيات، وبالتالي احنا حصلنا على 2.8%. يعني هذا اتوقع بعد اذا بالمناسبه حتى اللي يشوفون في محافظه البصره، يعني انا على تواصل مع اطباء في محافظه يعالجون ببلازما الدم المتشافه اللي شافوا كل ثلاثه كل مريض واحد، بالتالي انا راح اقلل نسبه الوفيات. ليش؟ احنا عندنا الامراض المزمنه اللي هم عندهم قليلي المناعه، هذول ايضا اذا راجعوا طبيب قبل الاصابه لزياده المناعه، يعني طبيب مختص يقول ينظم لهم السكر، ينظم لهم الضغط، ينظم دقات القلب لهم بالنسبه لامراض القلب، ممكن حتى راح هذول ما راح تصير عندنا مشكله، لان هسه الراقدين بالعنايه المركزه اللي هم 88 الى حد اليوم، يعني العصر كانت اللي حسب الاتصال 88 شخص. هذول 88 شخص دكتور اصلا هم ذول يعانون من امراض كبار بالعمر، امراض بالقلب، امراض السكر، امراض ممكن عندهم اورام سرطانيه، عندهم فشل كلوي، يعني هم بالاصل هم عندهم مشكله، عندهم مشكله، ولهذا مناعتهم قليله بسبب العلاج اللي ياخذوه تقل المناعه. فان شاء الله احنا نستبشر خير، النموذج يبقى ومتوقع هاي نسبه الوفيات ان شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل وزارة الصحة. أنا ما أقصد الوزارة، أقصد الجيش الأبيض اللي هم أو أخواننا وأبنائنا، إن شاء الله إذا استمروا بهلا تبقى عندنا مشكلة الأسرة، وعندنا مشكلة هم الناس لازم يكون مع البقية، يعني مع وزارة الصحة بالوعي الصحي. وشكرا جزيلا دكتور. دكتور ليد.
مرة ثانية أشكر زميلنا المبدع دكتور عماد، وأشكر كل العاملين على هذه الورش المفيدة والمهمة، دكتور محمود ودكتور عادل والأستاذ منتظر وكل الباقيين، شكرا جزيلا. الله يسلمك. دكتور ليث سلمان، السلام عليكم. عليكم صوتي السلام. اي نعم مسموع. تفضل دكتور. اول شيء اقدم التحيه الى المحاضرين في هذه الورشه دكتور عماد وست ايلاف، وتحيه ايضا الى منظمي الورشه، وتحيه الى جميع الحضور. الحقيقه موضوع مهم جدا وحيوي، وهو موضوع الساعه، واحنا بحاجه يعني الى اي معلومه مهما كانت بسيطه من الممكن ان تكون مفيده بالنسبه لنا. يعني سؤالي هو حول كلمه تنبؤ بالضبط، سؤالي الى الدكتور العزيز دكتور عماد، كلمه تنبؤ هل يقصد بها هي احنا نتنبأ يعني من بيانات سابقه، نحاول نستنتج بيانات لاحقه؟ يعني مثلا اني اشوف الارقام مال شهر الخامس، وبناء على اساسها استنتج بارقام متوقعه لشهر السادس او شهر السابع، او ان التنبؤ هو يعني بناء على الظروف اللي دا تصير عندنا؟ يعني مثلا الكشف المبكر شنو وضعيته، تطبيق الحظر شنو وضعه، مستوى التباعد الاجتماعي، بناء على هذه الظروف احاول اتنبأ شنو اللي راح يصير، السيناريو المستقبلي. فهل التنبؤ، سؤالي هو هل التنبؤ هو ارقام لاحقه من ارقام سابقه، او ارقام لاحقه من الوضع والظروف والقوانين خلينا نقول الاجراءات المتبعه بالبلد؟ وشكرا. عفوا دكتور. التنبؤ كلمه على انها التخطيط ووضع الافتراضات حول احداث المستقبل باستخدام تقنيات خاصه عبر فترات زمنيه مختلفه. هسه التنبؤ احنا وين شلون نتنبأ؟ عندنا اولا نعتمد على عدد الاصابات، ايش قد عندنا اصابات، هاي اذا نحكي بالماضي ايش قد عندنا عدد الاصابات، هذه العدد الاصابات ايش قد عينات على ضوء العينات. سابقا ما كان اكو فحص، يجي هو مريض، هو حامل للمرض اصلا، هو حامل للفيروس، اعراضه كامله مباشره هو بي فيروس. الكشف المبكر ضعيف كان، يعني الكشف المبكر ضعيف كان بسبب ولهذا وصلت الوفيات في العراق الى 10%. كان اذا تذكرون الشهر الثالث يا دكتور كان اكو مشكله، الصحه العالميه كانت اكو مشكله بنسبه الوفيات، يقولون صح عندكم اصابات قليله 50 او 59 بس عندكم وفيات اكثر. هذا فهنا التنبؤ يعتمد على المسح. يعني انا اليوم من يقولوا لي 778 البارحه مثلا 787 راسا ما ابا اعرفهم، اقول ايش قد الاختبارات ايش قد العينات اخذوها، قالوا لي 8000 وكذا، يعني معناها 10%. اوكي مقبوله. اليوم لما قالوا 1000 و100 المهم 146، قلت لهم ايش قد العينات، قالوا 7800 صارت 14%، ايضا مقبوله. مقارنه راح نقارن بالمقارنه، لما احنا نسمع بايطاليا او نسمع بالعراق نفسه في شهر اذار، شوف شهر ايار من 5000 الى 7000، شهر ايار من 5000 الى 7000، شهر حزيران بدات وزاره الصحه من 8000 او 7500 الى 12000. يعني هذا هو التنبؤ، هذا التنبؤ تباوع قد عندك المسح بالنسبه للملامسين او المناطق الموضوعه، بالنسبه الى عدد الاصابات، بعد عدد لما راح تقارن انت تقول عدد الشفاء بالنسبه عدد المشافين بالنسبه الى عدد الاصابات، لا هذول المشافين تراكمي، هذول المشافين تراكمي، لازم تحسب عدد المشافين ويعمل عدد الراقدين الفعليين الموجودين بالمستشفى، زائدا عندك بعد منه عندك الخاص يعني اللي هم بالعنايه المركزه، يعني هاي 88 يعني حالات الوفاه مين راح تتلقى؟ انت راح تتلقى اغلب الحالات راح تتلقاها من الحالات الحرجه اللي هم يعني اصحاب الامراض المزمنه الى اخره. فهذا هو التنبؤ، يعتمد على القديم على سلسله زمنيه السابق والحاضر والمستقبل. جزيل الشكر دكتور، شكرا على الايضاحات هذه، شكرا جزيلا. عفوا دكتور اخي العزيز. دكتور عماد اكو سؤال بال كيو اند انسر،
من أستاذ محمد قدوري، يقول الدالة الأسية للنمو هو أداة علمية إحصائية، ممكن استخدامها للتنبؤ بمثل هذه الظواهر؟ ممكن ممكن عدة طرق، لكن احنا هذا النموذج اللي احنا دكتور احنا هذا نموذج مكتشف، يعني نموذج جديد، مو اني دا اعتمد على نموذج او ابروش قديم وعلى ضوء اداء اسوي الاحصائيات. انا هذا النموذج اللي هو اكس اي بلس 1 يساوي لنا اكس اي بلس 3 مفقود، هذا كانما نموذج جديد. شو نسميه بعد؟ يعني احنا نسميه لحد الان احنا قيد الدراسه، احنا نريد نشوف شهر اب ايش راح يصير شهر وقت الى حد ما يوصل ابروش تو زيرو، يلا نقدر نقول هذا شلون حسبناه هذا السيستم او النموذج او الموديل الرياضي. نعم. تمام. لكن عن طريقه الاكسبوننشال للنمو وفعلي ومستخدم. نعم ايضا ما حد مستخدم. نعم ايضا اكو سؤال يقول ما المقصود بالزياده الاسيه في عدد المصابين؟ من المهندس أكرم. زيادة أسية، ما المقصود بالزيادة الأسية في عدد المصابين؟ معدل النمو. ما طرقنا عليه مصطلح، عندنا معدل النمو، عندنا الآي وعامل النمو. اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، يعني هذا احنا ما اخذنا اي يساوينا 1 2 3 انسون، اللي يكون لي النظام، اللي يكون لي النموذج، ما عندي اسيه بالضبط. نعم. شكرا دكتور عماد على هذه الايضاحات. وشكرا للست ايلاف على مشاركتها الفاعله، وشكرا لجميع الحضور والاخوه المشاركين، ونشكركم على هذا الحضور. وإلى لقاء آخر في ورشة قادمة إن شاء الله. دكتور محمود إذا عندك أي شيء لعفو. شكرا دكتور، شكرا لك، وشكرا للسادة المحاضرين دكتور عماد استلاف، ونلتقي إن شاء الله الجميع بالخير والعافية. شكرا للحضور جميعا، في أمان الله. شكرا في أمان الله دكتور. سلام.